السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عمل فسائل القعوان، الأركاب قصدي. هذا القعاوة مرات يعني القص خطأ، مثل هذا خطأ، يعني طلع الحجب، طلع الحجب. شوف، فأنت وش تسوي؟ تسوي له رماد، تسوي له رماد، شوف، تسوي له رماد عشان يلتحم ويطلع جذور. هذا الرماد مفيد، سوي بعد منه. ايوه شوف، وتزرعه. كيف تزرعه؟ تربه وبدمس زين، وبعدين شويه بدمس، ها شويه بدمس، ايوه، وبعدين مره تربه وبدمس فوقه عشان يمسك. هذه الطريقه. والرماد ممتاز حال حتى الجذور. جيب هذا واحد. ايوه سوي رماد، شوف سوي له رماد. هذا الرماد مثل التعقيم، مثل اي آفة ما تقرب. هذا الرماد رقم واحد، لازم تستخدمون الرماد في كل الزراعات، ممتاز جدا. يلا تشاو تشاو.